السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا باتم الصحه والعافيه. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، اليوم غادي نقدم لكم هاد الكيكات الفرديه الرائعه اللي تقدروا تحضروهم في موائد ديال العيد ديالكم. بوجهكم احمر، كيجيو رائعين جدا، قطنيين لذاد، واكيد غادي تحبوهم بزاف وتبهروا بهم الضيوف ديالكم. الا بغيتوا تعرفوا المكونات وطريقه التحضير بقاو معايا لنهايه الفيديو، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. اذا بسم الله على بركه الله، عندنا في المكونات كاس الا ربع من السكر، عندنا كاس الا ربع من الزيت النباتي، كاس من الحليب الدافئ، وعندنا هنايا خميره الحلويات من فئه 8 غرام، وسكر الفانيليا. عندنا جوج بيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، عندنا هنايا الفيرميسيل شوكولا اللي اكيد خاليه من الجلوتين، وعندنا الدقيق شار ميكس بي. كناخذ واحد الوعاء كنفرغوا فيه الكميه ديال السكر، كنضيفوا لها سكر الفانيليا والبيضتان اللي اكيد دائما خصهم يكونوا بدرجه حراره المطبخ لنجاح الوصفه، وضروري ما كنضيفوا او تاني واحد القبصه ديال الملح لتصحيح الذوق. كنطربوا هذه المكونات جيدا، تنحصلوا على واحد الخليط متجانس اللي فاتح اللون ديالو كيميل الابيض، وبعد ذلك غادي نضيفوا المكونات المتبقيه. بعد ما طربنا المكونات جيدا غادي نضيفوا الزيت النباتي، نمزجو جيدا. بعد ذلك غادي نضيفو الحليب اللي خصو يكون دافئ، ما يكونش بارد من الثلاجة، ضروري دائما جميع المكونات يكونوا بنفس درجة الحرارة. ومن بعد غادي نبدا نضيف الدقيق وكيس من خميرة الحلويات. الدقيق غادي نضيفو انا بالتدريج، بالنسبة لكمية الدقيق فغديروها على حسب الخليط، المهم غتحصلوا على القوام ديال الكيك، ولكن ما يكونش ثقيل، يكون القوام ديال الكيك خفيف باش تحصلوا على واحد الكيك اللي هو مفشفش. الى ثقلتوا الخليط ديالكم فغادي يجيكم الكيك ديالكم مدقص. انا هنايا كنبقى نزيد غير بالملعقه وانا كنشوف حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. في حاله درتوا نوع اخر من الدقيق راه كتحافظوا على نفس القاعده. بالنسبه ليا راه كنستعمل دائما دقيق شار ميكس بي لانه متعدد الاستعمالات. هذا هو القوام اللي حصلت عليه. من بعد غادي نضيف واحد جوج معالق كبار ديال فيرميسيل شوكولا، وغادي نخلط فقط بالسباتول بهذا الشكل هذا. وكنكون انا موجده القوالب الفرديه اللي غادي ندير فيها الكيك ديالي، كنكون دهنتهم بالزيت ورشيتهم بالدقيق، وغادي نفرغ فيهم الخليط ديالي، ودائما نخلي واحد المتسع فين يتنفخ ليا الكيك ديالي. كنكون مسخنه الفرن على درجه حراره 180، وكنخلي الكيك ديالي حتى كيتحمر ليا وكنخرجه. وهذا هو الشكل ديال الكيك الفرديين، كما كتلاحظوا كيفاش كيخرجوا ما شاء الله محمرين. كنخليهم حتى كيبردوا وكنديموا ليهم القوالب. بالنسبه للكريمه فغادي نضيفوا هنايا جوج كيسان ديال الحليب، غادي نضيفوا 4 ملاعق كبار من السكر، نضيفوا جوج ملاعق كبار من الكاكاو المر، نضيفو جوج ملاعق ايضا ديال النشا، نشا الذرة، ونخلطو كلشي على البارد. من بعد فاش يعقد لينا الخليط غادي نضيفو ليه 100 غرام ديال الشوكولاتة، هاد النوعية راه سون غلوتين. كيما لاحظتو عقد لينا الخليط، غادي نضيفو الشوكولاتة ديال الكدو، غادي نخليوها تذوب ذوبان كامل، وغادي نطفيو النار. هنا بعد ما طفينا النار غادي نضيفو واحد المعلقه صغيره ديال الزبده باش تعطينا هذاك اللمعان. كيكون هذا هو القوام ديال الكريمه ديالنا. هنايا الكيكات ديالي بعد ما ديمو ليتهم غادي نوضعهم قبل ما نحط لهم الكريمه. غادي نحاول ندير غير شويه الحليب في كل وحده بهذا الشكل هذا باش يجينا الكيك شويه فازكه.
هاد الخطوه هادي كتبقى اختياريه، بغيتو ديروها ما بغيتوش ديروها يبقى لكم اختيار. دابا غادي نديرو الكريمه في كل واحده. كما كتلاحظوا هنايا راه شربات ليا هذاك الحليب. بعد ما وزعت الكريمه في الميني كيك ديالي بالتساوي كنزينهم بواحد الحبه ديال الجوز اللي قسمتها على نصفين. هاد الخطوه كتبقى اختياريه، يمكن تزينوها باي حاجه كتفضلوا ويمكن تخليوها كما هي، راه حتى هي كتجي زوينه. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الميني كيك ديالنا. كما كتلاحظوا راه كيجيو ما شاء الله قطنيين رائعين. تحطوهم في الطويله ديال العيد ديالكم، ما غاديش يحشموكم، غادي يحبوهم كثير الاطفال ديالكم. كنتمنى ان شاء الله هذه الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في البيوت ديالكم وتردوا عليا في التعليق ديالكم كالعاده اللي جميله مثلكم. كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد ان شاء الله، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه والبركه وطول العمر لنا ولوالدينا. بهكا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنضرب لكم موعد اخر في وصفات اخرى خاليه من الجلوتين. ولا تنسوا دائما ان صحتنا في حميتنا. الى اللقاء.